بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. هر سبارت بتقييد مسند الشيخ قزويني رحمة خوالي بأفرمي، وأما تقييده بالشرطي ليرا خلق رقني عن قرتوتي. أنا ما دام باسك هر باسي تقييدة مفروض وهل لقل باسي مفعول وجماعتك باسي بكرداية، أو جدوا يبشوني أو باسي تركي تقييدي بكرداية. شكو باسك هر باسي تقييدة، ما دام باسك باسي تقييدة بأمش لقل مفعولك أنا باسك داية دو أي باسي تركي تقييد يكجربو همي أبيو بو باسي مفعول أبو بو باسي شرط أبو أكشتي أبو. بلا بسادي إنسان تواني جوابي أو تبيني ورقنا بداتو بلا باسي شرطك توزيد ريش تركاك لي غير بابا تيرو تسالي إن شاء الله قصير سبك. أما تقييده أي تقييد الفعلي، هل قال متنك أروا شيخي تفتازاني، وإلا تقييد الفعلي وما يشبهه وكو قيل شرحك زيادي كرت. وأما تقييده أي تقييد الفعلي بالشرطي، لم شرطة ليرى مقصدي شيء ملايين ليرى مقصدي فعلي شرطة تقييده يعني تقييد جزاي شرطك باشا تقييد أو فعل مسنديك لجزاي شرطك هيا بشي بفعلي شرطك رونا على شيء نكهر شرط بمعنى فراوانك كجملة شرطي به تقول لي رلا أهلي لغة بلاغين وباسينا كان مسلك جماعتي مناطق أجر برسان بيبكي واي باسكن هل علي باسي فعل شرط قشتي شرطك هرب فعل شرط وجزاي شرطها مو شرطة بس أمان لي رواي باسنا كان قال إن جزاي شرطك أو باسك يا فعل شرطك أو قيدك يا رونا تيالين ملاجيان نه اوان هر پیان وای شرط هر یک باسه شرط هر یک باسه فعلی شرط و جزای شرط به یک و یک باسن بس بلای لغوی کانو بلاغی کانو علی نه باسه که باسی جزای شرطکه یه بس شرطکه قید بوی انا رسته که خوی بریتیه لجزای شرطک اسا نمونه که علی مثلا مثلو با نمونه یک بینین و لم جیگا اکریمو که این تكرمني أكرمك إن تكرمني إذا أكرمني أكرمك باسك إيه يعني من رز تو أكرم بس بقى قيدك يبوزيات كن أمر رزقتني منها قيدك تيا إن تكرمني أو أجر باب يجم أكرمك لا بيشو به يا بلى إن تكرمني أكرمك هادو بعد باسك باسي أكرمك إيه بس بتشي قيدك بو شرطة أجر أو شرطة هات دي أو إتر قصيت يعني كمان رز تو أكرم واضح ملاجيان كابير ريز قرتني من بوتو مقيدة بو شرطة شرطك بريتيلا چي بريتيلا إن تكرمني ولما يعني لغة وبلاغة أو باسي شرطك ألين أم فعلي شرطة قيد بو أو فعليك لنا وجزاي شرطك هاي تواوا أما تقييده بالشرطي يعني تقييدي أو مسنديك لنا وجزاي شرطك هاي بالشرطي يعني بو فعلي شرطة بباسي شرطك نك مجموعي شرطك كخمان علين إن تكرمني أكرمك جمليك شرطية أوان وان علين باش ملايين شكو أوان زور إيش لسر شكليات ناكن إيش لسر ناور ركو واقعك ياكن مزانا أم كابرا أيوي بلي چي أيوي بلي من ريز تو أقرم بس آلم ريز قرت نامر جيكم هيا أيوش أوي كتور ريزي من بقري با مقيد بيبا مرجة باشا أما تقييده بالشرطي فلاعتبارات هن يكشت وأكاكتو تقييد يبكي وحالات حالاتك بلي عطف تفسيره أو اعتبارات حالاتنا تقتضي تقييده به وأخوازنك بالفعل بفعلك مقيد ببو شرط هن حالة اعتبارات جاء أو اعتباراتنا لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواتها أدواته من التفصيل راسي من نازان من اعتبارات وحالاتك عن شين ملايين إلا ما قل الرياقية كوا رياقة شيا
بچم لو دورو بری ادواتی شرط بزام چی باسه لنیوان ادوات شرط کان بزام چی باسه اون خوين الین چی قسی چی کن ادوات شرط الین چی بیمه یمش لبر چاو کردنی او قسانی که اوانی کن دین فعلک تقیدکن با شرط کوا مثلا اعتبارات چی مثلا تو متا بکار نه یعنی بو شرط باسی چی تیایه باسی زمان اين بکار نه یعنی بو شرط باسي مكاني تيايا باقي أدوات كاني ترخوت أنا زان هذيك يبوخي معنى كيه جاء أو معنى واعتبارات أنا كتول لقل دانة بداني أدوات كانا بيويز برا شاو كردنكا أوانا وأكابتوك أو باسيك هتا أو مسنديك هتا تقيدي كي بشرتك هو رونا ملاجان إيسا مثلا تو نموني إن بكار هنا وليرا إن بو عمومي زمانة علاقيني هر زمانيك بي هر زمان یک ریز گرتنی تو با من حتی جه او گمانو تیانه بیه کمیش ریزی تو اگرم او کریم که او هیچ بلا با مقید بیه با زمان ایتر زمان که ای کیفی خوید این با مستقبل او گمانی تیانیه گمانی تیانیه حالا لمستقبل آگه تو ریزی منو کمیش ریزی تو اگرم باشه یا مثلا این بکاری یا شتی کیتر يتراول معاني أدواتي الشرطية لكتاب النحوي كان خير راول لا تعرف أو اعتباراتنا إلا بمعرفة ما بين أدواته يعني أدوات الشرط جالي رأي إمامي تفتازاني أفرمي أدواتك يعني حروف الشرط وأسماءه ملايا وريابة لأدوات الشرط هل مقصدي أدوات الشرط بمعنى حرف غينية آخری وزن لمنطقه اوی که پی لنحوه پیالن حرف لمنطقه پیالن ادات و نیا اصلا لیو تیگ نچه هر لحل کوتی ادواتی تر توکو آلت سیدی که انما حرفه معنی سر بخوی نیا ایشکال دورو برکی باز بکره ایش دورو برا ایشکا کام مثلا نه نه ادوات لیره هر بمعنى اوی که معنی شرطیه تک اگه یعنی ایتر اسم بیا یا حرف یا فرقی نیا وانا زاني وشي ادوات زيات لمعنى حرف يقين زيك بلا ولا يعني حروف الشرط نخير حروف الشرط اسماء الشرط ايش هميان يعني بابي جوازي هذيك يا بخو اعتباراتي كي هي جاء او اعتبارات انا واكالتك ناشر بي فعلك ومسندك تقييد كي باو شرطه واضحه يعني حروف الشرط وأسماءه أو يعني يا مقصدي أو يكتو أدوات بمعنى تسكك ليك نديتوا كتنها مقصدي في حروف به أرشنتو أدوات واخندو بتعبتي لمنطقة لمنطقة على حرف يعني أداة جايس إيش جمان ما هو ما بقول أدوات يعني تاويت الحرف بعزك لا والله شكو أدوات بو حرفي شو اسميش بكاري أدوات استفهام حروف استفهامه حروف أسماء استفهام أدوات شرط حروف شرط أسماء شرط بودي كان بكاتي تواوا جاء لا تعرف أو اعتباراتنا إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل ألي تبلي بمن يسا تفصيل كان شين ملايان أيو شفرين تفصيل كان وقد بين ذلك في علم النحوي شيو بيا بليم بيشتل علم النحو الحمد لله أو باسانه بتفصيل خندوه وقد بين ذلك التفصيل في علم النحو تويسا باش او جاء سبا وقول سرتاي باسكوب يومتن وفي هذا الكلام اشاره الى ان الشرط في عرف اهل العربيه قيد لحكم الجزاء الم فرمايشت وكا خطيب كرديوتي ايوي بلي با ايما ليرا اماجيك من بي بدا ك باسي شرط بلاي علماء يعني اهل لغه عربي و باسك بشي اعتبار باسكن بو جوري باسكن ك قيد بو حكم جزاك يعني حكمك هي لنا وجزاك او حكم مقيد ابم شرطه باسي شرط او ان اوايك وكره عبارتك ودياره واما تقيده بالشرط يعني حتما باس يكي مسند معنى الى شوين يكا او جاء او باس مقيد كرا او بشرط يكا و بله بله اكيد وفي هذا الكلام اشاره
إلى أن الشرط في عرف أهل العربية بأول بين القوسين بزعنك تفسيرك ببي عرف أوانا في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء وكوشي حر مثل المفعول به ونحوه وقت شون مفعول به ونحو مفعول به قشتي قيد بو أي شرط قيد فقولك إن جئتني أكرمك يا أكرمك خطنا زانا لدواي أجر فعل شرط باصطلاح فعل ماضي بو جزاي شرطك جزم شو غير جزم شيتي أدرسه إن جئتني أكرمك يا إن جئتني أكرمك بكيف خط فقولك إن جئتني أكرمك حتما أما بمنزلة قوله أكرمك وهيج بس كي في وقت مجيئك إياي يا وقت مجيئك إياي يا وقت مجيئك إلي من ريز لتو أقرم بدياري كراوي لو كاتيك تو دي بولام يعني أقر بي بولام ريز أقرم كابي باسك باسي ريز قرتنا بلا مقيد بقيدي مجيئ ونيا بلي تو باش إيسا ليرة برسياري كدروسة بملاك ما دم بريار بيه فعلي شرطك قيد بيبو أو حكميك لنا وجزاك هيا بنتيجة دسنشان كردني نوعي كلامك كلامك أو فعلي شرطي تابي وجزاي تابي بنتيجة دسنشان كردني نوعي كلامك لو روك آيا خبرية يا إنشائية ببيتشية ملايين ببيتشية ها مادام بريارة فعل شرطك قيد بيبو أو حكميك لنا وجزاي شرطك آية مادام أعم بريارك يا إسا توب لبمن دسي شان كردني أو كآية أعم كلامة وأم جملة جملة كي خبرية يا إنشائي ببيتي بي حتما شوك أو كلامك يا أو كلامك يا أي فعل شرطك هر قيدة هي ترني هر قيدة وطا تواوا بويا ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية بنتيجة أم قيدة أجر زيادك يا زيادين كي باسك لباسي خبرية وإنشائية نبات داري جزاي شرطك خبر بو بم قيدة هر بخبرية من يتوا وجزاي شرطك أجر إنشاء بو بم قيدة هر بإنشائية من يتوا رونا بوي لا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية يعني بر لو كتو قيدك وزياد كي اگر جزاي شرطك بو خوي خبري بو اسيش خبرية بس خبرية كي مقيدة اگر جزاي شرطك إنشائي بو اسيش الإنشائية بس إنشائية كي مقيدة بل إن كان الجزاء خبرا حتما فالجملة الشرطية خبرية تو تعزي اسا بيالي جملة شرطي بس خوي جملة مقيد بشرطة أنا جملة شرطينية جملة مقيد بشرط شو كي ما أبي بزماني علماء بلاغة سبكين باشا ها وكو مناطق أقصنا كين الله جملة حاملية وشرطية جملة مقيد بشرط يعني جزايك كشرط يكبو هنا بيتوا إن كان الجزاء خبرا أو حتما فالجملة الشرطية خبرية يعني بنتيجة هر خبرك ما هو بس قيدك شرطي بزيال كدو هذا وانية هيش جدرنية وكو شي مثلا على إن جئتني أكرمك يا أكرمك بس أكرمك فعل مضارع نية جملة خبرية بس جملة خبرية إسم مقيدة بشرط بيشتر خبري بو إسشر خبرية يعني هي ناني أم شرط أو أم قيدة كبوي زيادة كي نوع جملة ناقور يا ملايين رونا يعني هرب خبري أمينته بس بيشتر خبري غير مقيد إسا خبري مقيد هل أوني باسك وإن كان إنشاء أو حتما فإنشائية أجر هاتو جزاي شرطك بل لزياد كرني قيدك بخوي إنشائي بو أو كاتا دواي زياد كرني قيدك شرب إنشائية من يتوا بس شيء إيسا إنشائية كي مقيدة هروانا وكوشي على إن جاءك زيد فأكرمه إيسا أكرم زيدا خوي بخوي جملة إنشائي نيا جملة أمري نيا طلبي نيا ها؟ ليك ما دام إنشائية قيد شيء وزياد كهر بإنشائية من يتوه بس شيء إذا إنشائية كي مقيدة بيشتر إنشائية كي غير مقيد بوه واضحة؟ إيه
اي باشا او جا باق سبقين لسر جمله شرطك خوي شر جمله اي او شي اي شفنا هو اما نفس الشرط فقد اخرجته الاداه عن الخبريه واحتمال الصدق والكذب سلهدو نمونك شي بلا جئتني وشي بلا جاءك هل كان جمله خبرين بس يا سناتو اني بي بلا خبري فقد اخرجته الاداه عن الخبريه بو ايش كي احتمالي صدقك يسبا كان ما ملاقيا جمله كي جمله خبريه كاتي احتمالي صدقك يسبي هبي تواوا كابي تسميه جمله بخبري موقوفه لسرهبوني احتمالي صدقك يسب يا دواي او كت جمله كوت خبريه تشيلي ولازم دي املا جان اولي ولازم ديك احتمال صدقك يسبي هي ليسر رنگ بتوانين بيشين ام احتمال صدقك كذبة عطفي لازم لسر مرزوم تواوا كوابي واما نفس الشرطي حتما فقد اخرجته الاداة عن الخبرية ما دام اخرجته عن الخبرية حتما لبالشا اخرجته عن احتمال الصدق والكذب او اتيانا يالي تواوا يسبب شرط جملة شرط دي أوجع بلان بقى يسالي ريما قصيب كين ملاج قصاك الشيا قصاك بداخو بليم قصي عالمي كي بلاغية إسا مخمان بزماني بلاغية كان قصنا كين دي إسا عالمي كي بلاغية قصي كي كدور ريك بيا چوانا لقلم قصي خمان ايكي ريك عالمي كي شكي يا شيخي شيرازية او ايكا شرحي هي لسر مفتاح العلوم تيبي كي بنا ونشاني مفتاح المفتاح مفتاحي امام السكاكي شرح كدو قال بي او فرمايش يكك او فرمايش يكك او لو يكدو يتي ريك دجل لقل ام فرمايش تيك يسا امامي تفتازاني ايك ونيا امامي تفتازاني ليدا لباسي شرط الجزاء عليه شي ملاجا جزاك كلامك يا نوناني كلامك بخبري وبإنشائي ببي جزاك يا موضوع شرطك مجرد قيدة اگر جملة شرطك بيشتر جملة خبري بو يسا باسي خبري تيانا ماوا باشا جا اگر دي قد بدن لمطول امامي تفتازاني لسر اعم جملة شرطية قال يا والله فقد اخرجته الاداة عن الخبرية اتو معلم اخرجته عن الخبرية اتركها بيو بإنشائي جابوا بإنشاء إنك بو معنى يعني تنايني إنشاء بو معنى كاحتمال صدق يزبي نما أنا خونا بإنشاء توا واضحة دبري وجاه أو جواب شنو سر فرمايش تكي شيرازي الرحمة إخوائي لبيك لسر مفتاح كدويتي غير إمامي تفتازانش إطلاعي هي بسريا ها يسأو خي نقلي كابو من أفني هو ما يقال بابش ينسر أم قولك كسيك ديوتي كسيك إيش كسيك بلاغية وهيج وديوتي من أن كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية يسم يمو أو لخالك متفقين هدوك من في مانوايا شرطك خارج عن الخبرية هدوك من بس لشيا متفقين يما في مانوايا جزاك لم يخرج عن الخبرية أجر خبري بوبية هر خبرية اگر انشائش بو بيها انشائية كابي بم زيال كردني قيد وشرطا خبرية كلا خبرية نكوت بلان بلاي او برولا كوت عليه كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية مادا خارج عن الخبرية حتما خارج عن احتمال الصدق والكذب اي باشا اگر درچون لخبري تو يسب لي بمن تخوا معقولة دو دانا جملة بيه هل كان خبري بن يساتو ادات يك زيال كيبو سريان فريان بسر مثلا كون من هيش كامل خبري نبن اي او جاتشي او جاتشي يعني هل دوك عند سالك ان لم صفتي خوانا ايش فريان نا وانما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء اتر او جار باسي خبرية تكلق الامانة نامينية ابي باسي مجموع شرط وجزاك او جملة شرطية باصطلاح جملة كي خبرية يا نبر ولا خبرية كبرا خبر ما نداتي على ان جئتني اكرمك خبر من بيده على تو اگر بي بولاي من ميش رزه تو اگر كابي
باسي خبريتك للجزء كانوا انتقالي كربو كلك بو مجموعك نقبل يكجان لدى سيدا باشا تقريبا أو جملانة وقت لمنطقة أوتري إمامي تفتازاني لمتني تهزيبة أفرميه أفرمي وطرف الشرطية في الأصل قضيتاني إتر قضيتان حمليتان أو شرطيتان أو مختلفتان أولا سدي أروع دعي أفرميه إلا أنهما خرجتا بزيادة أداتي الاتصال والانفصال عن التمامي قال هادو كان لأساسه قضيا أو هيت قصيت يعني إتر حمليا شرطيا جواز مسلين بس دواتر بس يا كردني أداتي شرطي اتصالك يا انفصالك لتواوي كوتن باش كلام أجر تواو نبيه توتاني بيه بلي خبره ها أتاني بيه بلي إنشاء بيكم أن خير بس بمجموع الحمد لله باسي طرفين بكين كلامي تواونين بلاي مناطق قوى بس باسي مجموع بكين برا ولعبن بكلامي تواو كبن بكلامي تواويش بنتيجة كلامك خبري واضحة ديلا دي هو مجموع الشرط والجزاء كوابي خبر بلاي أو عالم وكباسيكا علي بريتيا لهردو شرط وجزاكا بيكو يعني ريك وكو مبتدا خبر يعني ليدي وكو فعل يكو فاعل كان ليدي مسند مسند إليه كان ليدي أو ليدي جاء شرط جزاك حكمك تأتونا على المحكوم فيه بلزوم الثاني للأولي ما دام شرطية كشرطيتك لزومي به دي الله دي تو حكمك دو وتو تبابا أو باسي دوام لازم أبو باسيكم وكو تيوايا وكو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أجر شمس طالع بي حتما النار موجود حتما بوش كتلازمي لبيني أدو باسا هيا أمي إيشكي والي كدو على تو إن جئتني أكرمك وكبيجي تلازمي لبيني أدو باسا هيا بي بلا مو رزق أكرم نيشي بلا مو هيج تواو أو جباب شنسر تعقيبي إمامي تفتازين لسر أم فرمايشت إسا أم فرمايشت خود يارا جواز بولا قل فرمايشت كي خمان أو إمامي تفتازاني كده بوي إمامي تفتازاني فرمي نخير جزاك خبر يا إنشاء قيدا كيشي بزياد كي هرب خبر يبا إنشاء يميني توا بلام ليرا أم عالم بلاغي أفرين نا والله نا والله إتن نجزاك خبرو نا إنشاء نا فعلي شرطك خبر هيش كامي خبر دين هادو كان بيكو جملي كي خبري دروسا كان احتمال الصدق كذبي هادو كان بيكو توابا سديارة أو فرمايش تشون جواز لك الله من إمامي تفتازاني بوه إمامي تفتازاني تعقيبي أكا وما يقال فإنما هو اعتبار المنطقيين ملاقيان أجر خالكي أعم قسي كرد قسي علماء بلاغينك دو لم جيقه باشا بجوريك معنى جملة شرطي لك دواتو كمنطقي كان وإلي كدنوا يما قرك معنى تو بي وكو عالمي بلاغي قسبكي قيناك تيبي بلاغي داناوا بس أم قسى بلاغي أنا نية رئي أكوي أم جورشتانا ها باش تكتان بي بلهم أم شتانا رئي أكوي عالم هيا قسى أكا قسى أكا أبي ببي مصالحي أو علماء الشأن بيكا كشي أشي لها مصالحي ترايك هلا نبم لا إيسا غوجي أريتانا كوي لو باسانا هلا نبم لا شرح إيسا غوجي كأجينا سر باسي قولي شارح كأجات سرو شيء تعريفك مثلا على حد مقصدي شيء بو حد هر مطلق تعريفه أدي أو بلاي أصولي كانوا وياه كتي بلاي منطقي كانوا أخوان حد جورك على جورك يعني تعريف أو جورك يكال كردني مصالحات الرئة كوي بحكمي بتشيش بتشون واري الرئة كوي عالمك له هدو علمك دسي بالاي هيو تأليفي هيو اتر فرقناك اوكو بيجي لبيني مصالح كان تيك عليك او كيف قويتي واضحة ديتو اي سباب شي نسر مثلا ليك دانوي كلامك مادم اختلافي لبيني مناطق ولبيني علماء لغة عربي هبو باب شي نسر ليك دانوي جمليكي شرطي باستلاح كاك ان جئتني اكرمك يا اكرمك مثلا ولك خلقي بلاغ بزان شوني اللي كده توا ورا خلقي منطقي بزان شوني اللي كده توا إمامي تفتازاني أفرمي فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود بعيسا جمليكي أو أبيني نوا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أما باعتبار أهل العربية أجر قركت علمياني لغو عربي وبلاغ قسيل سربكا معناه ليقدنوا بوتو جيو بقرأ
معناي أمر الساعة يعني الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس. يعني جملة كتية بريتيلة جزاكة، جزاكة كتية النهار موجود. كي كاك أم نهار موجودة لهم كاتيكاك شرطك هات بيتجه، يعني بقيدي أو شرطة أم جملة ثابتة. ثبوتي نهار، ثبوتي وجود بو نهار شتيكي محققة. كي أجر أو قيدة بيتدي، أجر مقيد ببو قيدة، مقيدش ببو قيدة يعني شي، يعني لهمو وقت يقل أوقات طلوع شمس أو باسيخو من كبريتي لوجود نهار ثابت ومحقق. ديارة شوني معناكا أو أنزور تركيز يعني سر جزاكية وشرطك تنها أكن بمجرد قيده هي تشيتر ويا كوابية. فالمحكوم عليه هو النهار لم رسته، والمحكوم به هو الموجود. أي إتر أو يبيا شوشية إن كانت الشمس طالعة أو همي قيدة، همي قيدة إن كلما كانت الشمس طالعة نهار همي قيدة أو حكمة كلبيني أو محكوم عليه ومحكوم بها هي لبيني وجود نهار هي ويا بلام. وباعتبار المنطقيين أجر مفهوم عين جملة جرك بلام منطقي كان لك دنوا أنتوني لك دنوا ألين الحكم بلزوم وجود النهار بطلوع الشمس يا لطلوع الشمس بلي باك معنا لا أو أن حكم كان ألين أجر باسي وجود النهار هبيه ربطي كي لقل طلوع الشمس لزوم لبين نهاية منطقي أولي كده نو أليم من أليم لزوم لبيني أمدو باساهاية باسي يكم بريتيا لوجود نهار باسي دومش بريتيا لطلوع الشمس. أم قسك أوان أوا بإيمة أليم ملاجان بوبا جمليكي خبريان أليم من أليم لزوم لبيني أمدو باساهاية إيو قسيكي خبري راسك احتمال السطو احتمال الكيزبية اللي راسك لزوم هي وناك ها دي الله دي. فالمحكوم عليه تازبا وابلين بإصلاح يترخوا من منطقي كان يتر بين الله محكوم عليه ومحكوم به على المقدم تالي ونيا. فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار تواو بوي يستو أبيني ما شاء الله. فكم من فرق بين الاعتبارين ما شاء الله فرق يعني هي بأشكرا فرق يعني هي فرقك لكي عمل أجيان محكوم به جوازة محكوم عليه جوازة حكمك جواز وما نوت حكم بلاي أهل لغوة باسي وجود نهار هر وانا بس وانا كشي حكم ليرى لا منطقة كان شيء بريتيا للزومي وجود نهار لقال طلوع الشمس بريتيا على لزومه. محكوم عليه بلاي بلاخ يكان وبريتيا لنهار محكوم به بريتيا لموجود بلا محكوم عليه ليرى بريتيا للجملة كم كبريتيا لطلوع الشمس محكوم به كش بريتيا لوجود نهار فرقان هي يعني علي الشيخ عبد الحكيم سيالكوتي قسيكي خوشك بابوتان معناك علي اگر كسي بيجي خوسرنجام معناي ام باسهر يك باس قيناك تو اول اللي يقدانو اشتكان اقوري بس بالنتيجة هربيتو يك باس كوابيتو بليبا من يسفر قبيني امدو مزبتش يعني خو هيش كان من لم دو باسي وطلوع شمس وجود نهار لأن داوة ونيا ها بلا متر أمور دكاري أو ببي الصلاحات كان أقوري توبلي بمن مزان برهمي أم باسة شيء أو ديارك تولي اختلاف يعني هي بس خو بالنتيجة ابنو بيك بزان هيش برهمي كي هي أما سيالكو تيشفر مي أروالا هيتي شوني هي قال باب جان شرط بلاي علمائن عربي وقيد قيد كما دم قيد بو يعني تخصيصي تيابا ياك
أدي تخصيص يتيابياك كتخصيص يتيابياك دي وكيتري كماوا تو تواني مفهوم مخالف إليه ورقري إيوانيا يعني يسي موت مانشي إن جئتني أكرمك يا أكرمك قصكي خمان أجر أهل عربي ليكي داتو أم كلامي علي شي علي أكرمك أو قصيك واني علي بس بقيدك كقيدك بريتيا لشي لشرطك شرطك شي يا بريتيا لما جئ دبا اسبيجين اجر ام شرطنا هاتجيتش ها يفهم مفهوم مخالفه ياك يعني رزق نقيش نابي القيدوانيه تولي من او رزقني من ابوتو كات يدي تدي كتو مجيب كي بيبولاي من اي اغني او يفهم مفهوم مخالفه ياك جاء علماء يعني مذهب الشافعي رحمتي اخوي لبي على سلامه شو وتيوانا اگر شرط هات افهامي مفهوم مخالفهك بوچك الشرط بو خوي قيد لبو جزاء كما دام قيد لبو جزاء تخصيصيك تخصيصيك بدي وكيتريا كماوا همي افهامي مفهوم مخالفهك ما دام او جزاء مقيد بيبم شرطه يعني بنتيجه اگر شرطك انها تجي جزاك ايش نهايه ديوتا رونا أخلي سقسي تركين ويسقسي تركين أما يموتوا مانا أجر شرط قيد بيبو جزاء بس منطقين ألين قيد بو جزاء إكابي باسي قيدو ما يديت يعني هل بقوي جملة كي شرطية وخبرية وطع أي أودي باسك هيش نعر هيش نعر قال مسكتوا عنه إذا مثلا عليك إن جئتني أكرمك يا أكرمك علي أما هموي جملة كي خبرية هموي أي أودي باسك هيتش نوتو يعني نباسي عدم مجيئك إكلو نباسي عدم إكرامك هيتش نعلى هيتش كابي بلا أو إفهم مفهوم مخالفة ناك واضحة يا رب الهمي أم ليقدان وشيا ما دام أو اختلاف هيا بوي خلق يكيش كبابن باختلافك وهذه كبابي يكي للرأى كان عملي كرد سيريكي برهم يكشي اختلافك أيش شيء أيش بريتي الله إفهامي مفهوم مخالفة بلاي لغويين بلام عدم إفهامي مفهوم مخالفة بلاي منطقي جاء علماء مذهب إمامي أبو حنيفة بيانوايا لحاشك أفرمي سيالكوتي أفرمي أوان بيانواني شرط إفهامي مفهوم مخالفك شكا شرط بلاي أوانو قيدنية هلكو مناطق اللي كده نو ونيا؟ لا. إيه ده؟ أول آداب علي؟ اللهين بو لمقولات بو. تفرما إيش تكي باو كي إمامي سبكي هي لم جاء على لغير كلام الشارع مفهوم مخالفة نية. ديو التفاصيل وهي شيء نسري بس مقصدم أو تعبيراني كإفهام مفهوم مخالفة أكن يعني أيكن هني تعابير اختلافي لسرة تبي بش تصدقنا داني تعبيره كان دواي أو كاعترافك يبابوني مفهوم مخالفة لكلامي غير شارع عشاء أو جدواي بزين حتى باب شنس كلامي شارع كا بدي أري كلامي كام كلامي شارع إفهام مفهوم مخالفة كا مثلا كام خطوة لخطوة نتاني إفهام مفهوم مخالفة بكيلة فهمي مفهوم مخالفة بكيلة كلامك همو كلامك فهم مفهوم مخالفة ناكا وإلا تفاصيل أيك لو كلامانك اختلافي لسلب اللي كلامي شرطي آية الشرط إفهامي مفهوم مخالفة أكا بلا إما وبالي وكو شافعي بوش كي اللي يقدانوي إما بو كلامي شرطي أو إيك شرطك قيد بو جزاك وكل غيبه كان فرميانا بلا بلا ما زبي إمامي أبو حنيفة كلامك شرطي تابي إفهامي مفهوم مخالفة ناكا واضحة بوش كبلا اوان ولي قدانو كي منطقي بو كان الين اصلا قيد تياني ام كلامه قيد نيه وكو يلو غيو كانو تيانا هر جمله كي خبريه بلا مشط جزاك او تعو هر وند دي نو والله بس او قالك يا تبيجي شي بيجي ام دو جورا ليقدانا وبو باسي شرط او برهميشي هي لبيني فقهاء يعني هالمساليكي لغوي ومنطقينية مساليكي فقهي شدواتر
دواتر مسئله کی اصولی فقهیشه ام کلام افهمی مفهوم مخالفه اکایان اره والله اگر وکول لغوی کان لیکی دیتا وک شافعی کان وای لیکا دنا و بلا افهمی مفهوم مخالفه اک اگر کو منطقی کانش لیکی دیتا وکو حنفی کان لیکی دنا و نا والله افهمی مفهوم مخالفه ناک تو با عبارتك تام بو بخون مور رون تربية اللي قال عبد الحكيم فإن قلت طبعا عبد الحكيم حاشيه هي لسر مطول رنقا لو جيقا أو فرمايش ديبي اللي فإن قلت ما الفرق بين مذهبي أهل العربية وأهل الميزان أهل الميزان يعني علماء المنطق شوك فإن المآل واحد أو إن شاء الله قلت الفرق أن الشرط عند أهل العربية مخصص للجزاء ببعض التقديرات اچك قيد كما دام قيد تخصيصي قال بهندك تقدير بهندك كاتوا حتى انه لولا التقييد بالشرط حتما كان الحكم الذي في الجزاء عاما لجميع التقديرات النهار موجود كاك اكرمك يعني شيء يعني الرياس قرتن للايان من وبوتو ثابته كي لا والله بو اقرت وبي قيدي بو بداني هل باسي اكرمك اكمن اكرمك يعني اكرمك يعني حركاتك بها الرياس اقرب ولكن قيدك هو زيادة تخصيصيك أي كاته وإليك يلي بس لقل ما جيء من ريزي توقرم أقل ما جيء كنبي يعني ريزي ناقرم أو إفعي ما في مخالفاك فيكون التقييد فيكون التقييد مفهومه مفهوم المخالفة كما ذهب إليه الشافعي الرنق لو عبارة الركاكة هي فيكون التقييد مفهومه مفهوم مخالفة فيكون التقييد مفهومه مفهوم مفهومه مفهوم مخالفة نهد كان بمرفوعي تشك الجملة مفهومه مفهوم المخالفة بك بجملة اسمي بك بخبري يكون دي جاء وكاتا ايتر كوابي افهامي مفهوم مخالفة يك. كما ذهب اليه الشافعية وكو علماني مذهبي امام الشافعي ويبوتشون بلام وعند اهل الميزاني كل واحد من الشرط والجزاء بمنزلة جزء القضية الحملية بنتيجة قضيك خبرية هيج بلام تاسا چيب كين اداتي شرط من بزيال كردوا اداتي شرط كمان زيال كردوا دو دانا قضية حملي كردوا بي قضية حملي دو دانا يعني دود أنا قضية كدوة بقضية كإحتمال يسطو الجزء بها يا بقولين قضية خبرينك قضية حملي توا فكل واحد من الشرط والجزاء بمنزلة جزء القضية الحملية ديت لا يفيد الحكم أصلا فلا يكون الشرط مخصصا للجزاء ببعض التقديرات ويبقى نتيجة فلا يتصور مفهوم المخالفة بل مسكوت عنه ليرى باسي مفهوم مخالفة نية أو دي باسك مسكوت عنه أو دي باسك كما هو مذهب الحنفية لجم الجامعة أو جيك باسي مفهوم مخالفة أكا وباسي أو حالتان أكاك إفهامي مفهوم مخالفة أكا يكلوانا فني صفة يكلوانا شرطة يكلوانا غاية يكلوانا إنما يا وهروها وكو لا عالم إلا زيدون وكو فصل مبتدا خبر بضمير فصل جل نمني شرطك أفرمي وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن نمنبو آيتين يتو أفرمي أقر أفرات طلاق دراب وبطلاق بائنا بتايبتيش أجر حامل أبو أو فأنفقوا عليهن يعني أنفقوا عليهن مقيدة بقيد أولات حمل كنا أولات حمل أجر أو أفرتانا حامل أبو أو جا فأنفقوا عليهن إيو يعني شي يعني أجر أفرت طلاق دراب بطلاق بائنا بلام خاون حمل نبو بنتيجة نفقي واجبني شرط إفهام مفهوم مخالفة كا دي الله دي أوجا شيما وباسي كين ليرا ملاقيان
كباسي كاين هنديك باس هن هنديك باس سبارت بأدوات شرط رنجة أم باسانا لكتب نحوية كان نبيني توا بتقديري خواهش شيخ لي قزويني يمي حوالا كرفر من برون بوبي اي باشا قبشين بوي خولوي هموش تكيد يعني سبارت بأدواتي شرط بوي ناچار الليرة خوي ازاني كلوي هموش تكيد يعني ناچار كتفصيل ادا بهنك لأدوات الشرط كان بدي علي كرايم إنو إذا ولو أمانة بوي أفهمي ولكن لابد من النظر ها هنا أم ولكن جوابي أو برسيارية يعني خلق الله يتوى منو حوالك الوب ولا يكتب نحو يكانو رنقا منيش هموش تغل باري أدوات شرطة واللي وين بين الموا أي أو كاتا شي وانيا أو شمال دي وربالي رباسيكي ما دموه ما دمتو أزاين اللي هموش تغل نابيني تو وربالي رباسيكي لابد من النظر ها هنا في إن وإذا و لو بو أبي إلا لرسيدكين سبارت بمسيانة أليتك لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحوي بدا خوا لو يزوري باس هيك لو يباس نكرا ولا كتب النحوي كان سبارت بمسي أداة بديا لكرابي ديلا دي ما دام لابد من النظر ها هنا باقصيت يا بكي مثلا شي بلين ليره قال مثلا فان واذا للشرط في الاستقبال بام دوانيان بيكو بغرين لم خالها وبشن ان واذا هدو كان للشرط في الاستقبال يعني شي يعني تو تقييد مضمون جمله كلو بمضمون جمله كتر بو مستقبل قال بقى ام جمله بيوندي لقال او جمله هبي لمستقبله ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود يعني بعود وباسا بيوندي ام بيكوبي ونيا اگر شمس صالع بو نهار موجود بعود وانا بيوندي ام بيكوبي بس لمستقبله لكن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط راسي ما علين إنو إذا لم خالها وبشن ما بعدك إخوان والي أكن معنى استقبالي تي أخن أو قيد شرطة كدان راوة باسك استقبالية بلام جوازيان چيه يسا وكلواها وبشن جوازيان چيه علي جوازي كان أويك أن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط لباسي إنا باسي شرطك اشتكي حتمينية تحقق باسي شرطك اشتكي حتمينية واضحة فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل ديب نتيجة ما دم تودلنياني تيقينني لسر وقوع شرطك بوي حق أمجر إنو أم شرطة لكلام إخوة واقع نبي حق يعني وقت بيجي من شرطك ظنم هي برانبري شرطك شكم هي برانبري شرطك وهم هي برانبري كما لم علي جزم منية أو احتمالات عني هي دي لا يقبو ذاتي خواب علي ولا ظني هي برانبر شرطيك يا برانبر يا شكي هي يا وهمي هي نعوذ بالله بيقوم عن نخير دي بنتيجة فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل آخر شون لا تقع بخاتي أخوة من نمونم هيا چند جيغة قرآن إني تيابا كاراتو كلامكش كلامي خواي چوني مثلا خواي قورا فرمي إي يسرق فقط سرق أخو له من قبل باسك باسي دزية علي أگر حزت يوسف دزي كرد بي أگر أم كرا أم بنيامينة وكو أوتري ناوي لتفسيراتو أگر أم دزي كرد بي أو پيشتش برايكي بو هر دز بوا يعني يما جزم معنية لسره وكأم كرة ذكر له اي باشا اقر جزمونية يعني ظنه هيا يعني شكه هيا يعني وهمه هيا ديو كلام اخواني ملايين توبس يالله والله لا تقع في كلام الله على الأصل يا مثلا آياتي كتر هي دعات الدين السري افنو
وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه بيشتر فإذا جاءتهم أتهم الحسنة قالوا لنا هذه دواتر وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه وإن تصبهم سيئة يعني جزمني لسروك أم جماعة تشي مصيبة بن ظن هي شك هي وهم هي كاميان هي دي بو خواه قنجاو نوقسانا چن إني تر لقرآن هي جاء إمامي تفتازاني اللي رأى فرمي فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصلي إلا حكاية أو على ضرب من التأويل أجر جركت أأم معنى إنا بجري أأم معنى بجري كوتو ما معنى كشية عدم الجزم بوقوع الشرط كما دم أصل لإنا أعوايا كإن بكار هنا يعني تو يقين يا برامبر بمضمون شرطك كابنا بلا كلامي خوا واقع به أي أجر واقع بو بوتشي ملاجنا وجارة أجر واقع بو تنها بدو جور يما خماني ليلة دي دو جورك الشين يكم باسي دي كم زين كلامي خلق أخوان قليك يا إخوتي يسبع آياتي كيسينا منو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قسك قسي خلق يا فرمعيشتي أخو أخوتي ها قسي خلق قسي براكاني حزت يوسف يواني ملجان هي خلق أخوي مناجن والله بو خلق ناقنجي بو خوا ناقنجي يسا أو خلق يقيني عن نبوك أو كرد زيقي كردوه إتر آية ظن يعني بو آية شك يعني بو آية وهم يعني بو ومسليك إترا دي بو خلق قنجي ومعنى قيشيكا يمالين بو خوا ناقنجي بو يا أقل لكلامي خوا هاتبو يعني اللي شوات شوي قرآن هاتبو كهمي كلامي خوايا أو كاتا أبي بيجين أم كلام حكاية قولي خلق خوا كردويتي بو يما أنا قسك قسي خوا خويني وكوتر هي خلق خوا حكايتي كدول ناو كلامك خوا هي نابتي خوا أفرمي أم خلق وين وتوا تواوا دي بو أوان قنجاوا وابلين أرى ولا قنجاوا أقنجا جزمي عن نبي أبا مضمون شرطك وزور طبيعيش يا دواتر أو على ضرب من التأويلي يا أبي أبا جورك لجورك أنتو التأويلي بك على ضرب من التأويلي شوني تأويلك إما الأيام ألي مثلا فرز كين أمقسي خلقه باوا بيجين سوف فرماش إخوانيا با فرز كين بيجين أمقسي خلقه أهو إليك أو كانت أبي قيتيك كلام إخوايا وهيج بس فرز كين با كسي أمقسبك إن إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة آخر إن تصيبهم سيئة نك يعني إخوائي قولا نازانيك أمانة توشي بلا بني أنابن فقصك اللوانية بيجي والله يقينيني إخوائي قولا كأم خلق توشي أو مصيبة بني أن واضحة يما أم قسوائي ليكين كأنما أقر كسي أكد بيتي نك خوا أخوي بوي أقر كسي بيكا زور طبيعي بلين والله يقينيني بنا بربو مضموني شرطك نازاني تأكيد أم جماعة توشي مصيبة بني أن واضحة بوي مجبوري يعني تو إلا أبي خول باس لادي إتر أجر فرمايش دي قسي خلق أخوانك لي كردوا أو طبيعية زور طبيعية خواي قبل الله شن دين جاقا أقوالي خلقي نقل كردوا أجر ناقصك إشي إخوة أخويتي تأويلي كيا بوش كنا قن جينا شن جار إما لباسي أسمع صفاتي شا أو مشكلة عنيك رشار حقائد ولكتب كاين ترأها ترقمان أما نبابا أم معنا بو أخوانا قن جي إكما رمنا قن جي تو مجبوري تأويلي كي يسا أم باسي عدم جزمه بوقوع بمضمون شرطك بوخوا قنجاوة بلين والله أخوا جزميني بوقوع شرطك بويا وتيوتي إن نا والله قنجاوني لقال أخوا لقال خلقا قنجاوة قيتيك خلق جاري وعي بران برشتيك يقيني هي جاري وعي نوال أظني هي جاري وعي شكي هي جاري وعي وهمي هي أم باسي أنا قشتي بو خلق قيناك أم تفاصيلة شكو أمانا هموي لتوارتيوي علمي حديثة باسيان هي بلام كتشوف السر باسي علمي قديم وعلمي خواي إتر باسي الشك وظن وهم وانتي أنا مني ملاجا حاليبون بويا أجر خواي قول الله فرمعيش تي خويش يا إني بكار يا نبي توهر مجبوري تأويلك شو كنا قن جنا معناك أداتيك معناك دروسني نسبة بخوا أو شيا نبوني يقين برامبر مضموني أو شرطة أقرب يشين خواي يقيني برامبر مضموني أو شرطة
أبي أو معنى ناب أخوة أي بوين مجهوري تأويلي كي قبل تشيريكي حالبون أقلت أني من ساقي كينا وبيني من كأما بالفعل فما يشتي خلق أخوانق ليك أو هيشتي حرجكي لسرنية وقصي خلق أو طعب يا خلق عامي خلق هروانا جاري ويا يقين يعني يا جاري ويا ظن يعني يا جاري ويا شك جاري ويا وهم إذا نسبة بأن باسيك خمان كإنك إلى سر وقسي أو أنا أرى والله أو أنا يقين يعني يوطع بو يزور طبيعية بس أي أقل لجيك حرب حقيقة فما يشتك فما يشتك أخوة أخويبو شي لي بكين أي مجموري تأويليك شي لي بكين شكو أقل تأويلي ناقي معنى كخراب بو يزور شنو بيتأويليك كاك كلامك كلامي خويا حتما إكمانم كلامي خويا دي الله تأويليك بابو قنجي باتوشي إشكالك يقول أنك أيش أويك ولا أخوة يقينيني برام بالمظبونية مشارطة أي يقينيني يعني شي هي ظني هي شكي هي وهمي هي لا بأخوة رونا يسا ملاكيان مستطوم غن يعني إنك كم تروى قاعدة يعني كم تروى دا تكي عادة بي إن كم تروى دا يعني مثلا اشتكى كم تروى دا بوي بإن بي إدوا يقسي لسركين أوه هو دعاء قصير السركين قصير السر أصي إن كان يكم تروى دا أو دعاء الله وإن تصيبهم سيئة قصير السر نكري سيئة كيا أو نكري الله مفيد تقليل أو إتدعاء أو لواء قصير السركين على قبة أصي إنك خيونية باشا قصير السركين لبي بس يسنى والله هل أصي تصيبهم سيئة أصي إصابة يعني خواي قوري يقينيني يا يسا أمانة وشي مصيبة كابن نوعي مصيبتك تشيد وعيد سر آياتك قصيك إن جاري سبهر أو نبلي إن تصيبهم سيئة خوا يقينينيا برام بروانك أمانة تصيبهم سيئة يقينينيا أي يقينينيا يعني شي يعني ظني هي كن جاوني بيشي خوا ظني هي خوا شكي هي خوا وهمي هي نابي أعوذ بالله أي إنك رول شرطك يا كمال يعني موت ما نجزاك جزاك حكمك يا أما قيدك يا ألي رأي باسي شرطية تجتنا وباسك نمانو أم جملة شرطية بأخوي قصي تواوا بس بلاخو إنك كتشو سري خرابي كان يعني بقصي تواوي بمين يتوا أي كابا قيد خوي بيشت قصي توابو بس يسنا ولا قصي تواوني أي جزاك برا ولا جزاك قصي تواوا قيدك هبي ونبي قصك قصي تواوا إنما نوجر جملك خبري بو خبري أوجر إنشائي بو إنشائية يعني جزاك أي شرطك أنا والله شرطك قصي توانية تعز حسبك إني وقصي وكو قيد وياه هتشون قيد يجزاك يبو كلامك إيش أواي بويا فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصلي إلا حكاية على الأصلي يعني بو معنى كودمان بمعنى عدم الجزم بوقوع الشرطي تمام إلا حكاية أو على ضرب من التأويل قيش يكا أقا التأويل يكر بها بمعنى يخوي لك دي توا يعني جزمانية جزمانية بس جزمانية أنك يعني إخوانيتي بوابلين مقصين فريق تأويلك وأصل إذا الجزم بوقوعه وكوتمان وتمان هدو كان لخالك هاوبشن كباسي استقبال أخنا نوباسك تقييدي مضموني جملة يك بجملة يك يتركن لزمان استقباله أي لشيء لا يكثر جوازن والله لا ولا يكثر جوازن كإن شو سر جملة يك مضموني شرطك جزم لباريو نية أي أجر إذا شو سري على برا والله أم جزم لباريو هي شون قوي وأصله إذا أو بويا على أصله لبرو دواي لو أني ليلا دباشة لو أني لو أصل لادين شو خدان زان لادان لأصل اشتكي واردة ونيا أصل متداوية معرفة به رياكوي نكيري أصل متداوية مقدم به رياكوي مؤخر كابي لا أصل لادان مجالي هي بس أما أصل كي خطوة ببيزاني وأصل إذا الجزم بوقوعه كوابي فإن وإذا تشتركان في الاستقبال هادو كان مفيدي تقييدي مضموني جمله كان بمضموني جمله كتره ولا زماني استقباله بلان بخلاف لو للو او باسانيه يموت من باسي سي حرفكين دي ودوانيان اي ماده موازمان لو كينا يعني شي يعني او كتريان وانيه ينو اذا بو زماني استقباله اي لو حدنا بماضي
خبو حالية تواوا أي بشيل يكجابنا وأمين إذايا وتفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به لوالي يكترجي أبنوا كلباسي إذاك جزم بوقوع مضمون شرطك هيا بلان بداخل ولا إنك جزم بوقوع مضمون شرطك نيه أو خالي جوازي أنا بيكم تو دي الله دي بلان يسا باقسي كتر بكين جزم بوقوع شرطك النية لإنا لإذا جزم بوقوع شرطك هيا رونا مقصة باقسي كتر أي عدم جزم بوقوع شرطك أو لإنو إذا شونا عدم جزم بوقوع شرطك أول شيء بازيك. أكسي شيء. يا سباشا توالي إن بكاريانم يعني من جزم بوقوع شرطك نية. أي جزم شيء بلا وقوعك شيء نية. وقت شون جزمو بوقوع كنية جزمي شو بلا وقوع كنية اي طبعا حد من نبي جزمي شو بلا وقوع كنبي ملك اي وناكا كتو مادم جزمو ليرا نبو لو ديو شوار جزمو نية اي جزم شيا جزم يقينة يعني باسك ابري توا اقتو ليرا نبرابو حد من لو ديو شو نبرابو توا اي وانيا استو ليرا وظنو هيا اي لو ديو شي هيا لو ديو وهمو هيا اي وناكا اي اقل ليرا وهمو هبيه لو ديو ظن هيا أي أجر شك بهدو ديو هر شك توابا كابي أسيه موكو جزم من نية بوقوع شرطك جزم من نية بعد موقوعك شي لإنا ويا دي الله دي أي لإذا جزم من هيا بوقوعك أي سبارت بعد موقوعك ها هیچ معنی نه والا هیچ بحثی نی جزم معنی با وقوع که ای بودی و بدی و لا وقوع جزم نیه هیچ نیه یه سکه وابی اینو اذا لو خالی شاه او بچ بونیان لعدم جزم بلا وقوع وقت لاستقبالها هاو بجبون لو خالش هاو بجنين ها اي بو باسي ناكي ملاكي كتو مادم باسي براور دينيوان ام حرفان ام اداتان اكي بيكو دبل يبزارم خالي جوازيان چي و خالي هاو بششيان چي اسا قيناوتو وتو يكي لخالا هاو بشكان او اي بريتيا لباسي استقبال هادو كان او باسي دو اي خويان ابن الزمان استقبالوا تواوا باسي كيتر كهو باش بيلا بينانا چيا باسي اويكا عدم جزم بلا وقوعي مضمون شرطك لهدو كان اوكو يكوايا لهيش كاميانا جزم نية بلا وقوعك تواوا اي خارج جوازيان چي بو لئينا جزم نية بوقوعي شرطك بس لإذا جزم هي بوقوعي شرطك تواوا چه اسم پرسیاره که امیه بو ام باسیش که باسی که تری هاو باشه بو باسی نکدو ملک بو هر علی والا فرقی بینی ام دوانه بریتیه لو خاله و خالی هاو باشی جان بریتیه لو خالی تر بس باسی استقبال ای بو باسیش تکی تریش ناکی وانیا ها امامی تفتازانیش افرین و اما عدم الجزم بلا وقوع الشرطی فلم يتعرض له كاك جيان تورخنا مقرى لا خطيبي قزويني بيجي بوشي باسي ام حالتي شي نكدو باسي عدم جزم بلا وقوع الشرط بوشي رخني لي مقرى اي شوك اللي كونه مشتركا بين ان واذا شوك هاو باشا لبيني ان واذا دي باش اگر هاو باشا خو امي شاركو استقبالك باسي استقبالك ما بوكر بوشي باسي ام ما نكرت
ها أو شفنا هو المقصود بيان وجه الفرق ملاجئ أمانة خاليها وبشان زورة للراسية هريك لسركيترين خالها وبشقيان شيم دوانا باتي شرطية يعني خو مناتهم باتي هم مشتيب كم لشتي مشتركي بينهم أداتانا أوي كما بس ما شون يعني ليك جا كما هو دي أو خالي كبيل ليك جا أبنوا بريتيا لباسي نبوني جزم بمضمون شرطك لإنا وهبوني جزم بمضمون شرطك لإذا تواوا اتركم من باسي خالي جوازي كم نامي هاد شي خالي هاو بشان يكشتي بيكو باسك تواوا بويا وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرطي لبر وفى لم يتعرض له تكلي كوني مشتركا بين إن وإذا أي ما دام مشتركة ديت إيش هو المقصود بيان وجه الافتراق نيجرك إيش قال سر خالها وبش كان جريك إيش قال سر خاله جوازه كان بتشي من أمدو حرف لا يجيا كما هو أبوه لا تنشتها وبش نيتر وكيف خويتي لا تنشتها يقل سرك يترين شتا كان كتيها وبش مريتي لها بوني معنى شرط يقل سرك يترين شتا كان كتيها وبش مريتي لها باسي استقبال يقل شتا كان يتر كتيها وبش مريتي لها عدم جزم بلا وقوع شرط واضحة كابش الزور باسي كم بلا من إيش لسر خالة جوازي قانكم خالي جوازي نيوان أم إنو إذا يبريتيا لشي بريتيا لنبوني جزم لمضموني شرطك لدواء إن وهبوني جزم لمضموني شرطك لدواء إذا تواو كابي رخن نيتوا بيقدي رونا باش ولذلك أي ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع كان الحكم النادر موقعا لإن تواوى كان الحكم النادر موقعا لإن هر لبر أوك لإنا تؤلي ولا من جزم منية بوقوع مضمون شرطك دي مادم جزمونية توالي قرية بزوري با أو حكمانة وارد بيك حكم كان زور 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 باسك يعني كما عادة الإنسان اگر اشتيا باسي كم بو اتر معلوماتي لسرو باسا كما يقيني نية لسرو باسا ايتوش قرأت بيجي چي بيجي والا إن اگر شو سر باسيك تو بيجي من آلو باسا يقين منية ده توالي قرية بارشت نادير كان لو جيغا واقع بن تواوا كان الحكم النادر باش ما لجان الحكم أصل بو نادرة قال ولا لكونه غير مقطوع به في الغالب ولا بو نادرة شك عادة على العموم أحكامي شتي نادر أو يك إنسان قطع لباريونية على العموم شتي كنادر الوقوع به إنسان يقيني لباريونية شتي مقطوع بيني حتما عشان بو ايمو اكو ايمان داران هنشته نادره مقطوع بيشه اكو شي اكو قيامت يخوريك جار اكو قيامت ادي يك جار باسي هيو بلا مقطوع بيشه لا ايمو ها اكو ايمان دار تو جاو باسه بيه او قيدي ايمان داري بو زيو كينا ناخو للي خالكي كي ترك ايمان الما قيامت نيا مقطوع بيني حتما بلا على العموم شتي نادر لكوني غير مقطوعين به ما دام نادر ايت المقطوعين حتما جا كان الحكم النادر موقعا لان توا وهروها ولذلك اي ولان اصل اذا الجزم بالوقوع ما دام باسكان بيكون بعد كان قصير سركين ما دام اصل لنا بريتي لعدم جزم بوقوع بويا ابيني بزوري اويك لدواي ان واقع بي او شتان كنادر الوقوع نادرا شتي دانس قوت تاكانا بلام هل لبر اوك اصل اذا اويك جزم هي بوقوعي مضموني شرطك لدعوة بو يسيرك غلب لفظ الماضي زورترين او جملانيك لدعوة اذا ودين باسكين باسي ماضية نعلن لفظك الريك تعبيري فعلي ماضية ملاجا على لفظك لفظي ماضي يعني أو لفظانيك معناه ماضي أدن أنا بخوي خوي موت معنا أما بوي استقباله بس لفظك أو لفظانيك معناه ماضي أدن كان جو اللفظ معناه ماضي أدن ملاجيا كان لفظ معناه ماضي أدن لنا فعله
او فعلي ماضي خوي قمانتان هي فعلي ماضي معناه ماضي ادا اي باشا بيلا فعلي ماضي عفر بلم بلم ما ايش معنى ماضي ادا تواوا جكوابي ما دمتو علي اذا ما بعدك اي مضمون شرطك لا دعوى مقطوع به وقوعك ما دام حتما حتما واقع به تدخل يا قريبه بتعبيري ماضي تعبير يمكن اي تعبيري ماضي يعني شيء يعني ريدا وبرايوا ريدا تو او نيبل ولا يسر وداله دهات ورد او ان نيب ريدا وبرايوا لبرو بيجي شيء بتو بيجي باب مضموني ام شرطه مساليكي براوي جا شيء تعبيري او باسي اجيني بيما باسي ماضي بشتي بقولين معناه ماضي بجيني إذا تعبيرك بقول لفظك لفظي فعلي ماضية لفظك لفظي فعلي مضارعي مسبوق بلما ميمو يباسك باسي ماضية بو يسيرك ولذا غلب لفظ الماضي لذا يعني شي يعني لأن أصل إذا الجزم بالوقوع سيرك غلب لفظ الماضي بو شي غلب ملايا شك لدلالته على الوقوع قطعا شك لفظي ماضي يعني تواو اي ماضي يعني شي يعني ريداو تو اما قول يا بل يا رباق سيبكين بامانته نظرا الى نفس اللفظ ها نظرا الى نفس اللفظ والا سيدك نقل ها هنا الى معنى الاستقبالي خلي ردي على استاذ زنوت وانه اذا بو استقباله لتوايت الماضي يعني شي بس سيري لفظك بكي قال والله بابا ما معناه ماضي اي معناه ماضي يعني شي يعني فعلك رويدا وبرايو كاتكتي بريتاوب حالبون نظرا الى نفس اللفظ وان نقلها هنا الى معنى الاستقبالي دبليو جا جاء غلب لفظ الماضي مع اذا دبري نحو خواي قولا فرمي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم أو هم باسكيك ملايا إمام تفتازاني أفرمي أي قوم موسى جباشا اگر قوم موسى اتربوشي يطيروا بموسى ومن معه اگر قوم موسى بويشن والله موسى همو بونيتو جماعتك توشي بلا بوين قوم موسى وايفي الين كابيا مانا قوم فرعون للراسية بس بو بيالين قوم موسى ايشكو حسيتي موسى بواني رابو هداتي اوان اينا ام قصان قصي قوم موسى نية انسان قوم عشرتي ويقصوانا اگر من امريكاك ده سوبيون سواكا قال والله منو بنيتو وتجي بلابوم لا والله كابي قوم موسى يعني قوم فرعون وكو لحاشكا فرعون وسماهم قوم موسى لانهم مبعوث اليهم وكم التي تشه ادي هروان بالفعل اي مناجين قومي اون يعني امني الراب اون بعنا شيء يعني كروبو إيمان كي هناي أو قوم الراسقين كي هنا على العموم هاد قومي أون كدعوة كران بو إيمان جاء أوه مكان الحملة يكلا يبو يوا كابي جماعتي قومي فرعون كحزتي مثاني الراب ولا يعني دي الله دي فإذا جاءتهم الحسنة حسنة اللي أنا مقصدي كيا عليك الخصم والرخاء حسنة اللي أنا مقصدي ترسالية خصب يعني سالك ترسال به ترسال شيء ملاجن أو يكبر نبي رخاء أو يتردي على الدنيا قشاوته ودنياها ميبوجاوته والحمد لله جاء فإذا جاءتهم أم جماعات الحسنة إتر أوكات قالوا لنا هذه قالوا لنا هذه قالوا لنا هذه نالن هذه لنا قالن لنا هذه أي تروى تقديم شقوط أنا زال مفيدي قصر اختصاصة بوي عليه هي مختصة بنا أو تقديمك مفيدي اختصاصة
چیتر لنا لامی لنا بوچی ملاگیان لامکا لامی استحقاق علی هی مختصت بنا و نحن مستحقوها ادی با تقدیمکا اختصاصا دسکوی بمعنی لامکش باسی استحقاق دسکوی قابی امانه یجن چی؟ یجن ام حسنه یا تنها هی ایمه یا و تنها ایمه شایسته نی خلقی تر شایسته نیه تو؟ اه بلام و این توصیبهم سیئتون اگه توشی بلایک بن بلاکو کو چی؟ لبرم بری حسنه و اکو جدبو بلا اکو اشکا سالی باشه؟ أو كاتي يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين يجن والله إيه مو بني وتجي بلابوين خواه قدارة أو نباسي خواه كان باسي خواه كان وتا نازم بلمشي دهر الزمانة ده غزب إليا قرتي وتا باران شوان بنا بارين دفر دي توابا دي الله فجيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا يموتوا معنا إذا با تعبيري ماضي لدعا وبي چكا باسكا باسي چيا باسي جزم بوقوع ما دم باسي جزم بوقوع دليا قرر با تعبيرك ماضي بي ديو تخواي قورة فرميتي فإذا جاءتهم جاء بفعلي ماضي وتويتي وانيا هملا جان باش باشا حسنا ترسالي يا خوش غزراني شتيكي او نمحقق الوقوع تاتو بجاء تعبيري ليبكي ها ايو شفنين بلي لان المراد بالحسنة الحسنة المطلقة ملايين لرام الفلام الفلامي بابيجم جنسة الفلامي جنسيش نك مقصد او يعني جنسي حسنة بيتدي قلت أنا زان خو جنس تحقق ناكا إلا ما قال لازمني أفرادا كابي أجر بيجمع عهدي شهر به واضحة أجر بيجني ألف لام كيش عهدية عهدي الذهني شكو عادة جنس لازمني فرد أنا بيخو تحقق ناكا دي الله دي يا ستو علي شيء علي ولا أو باسي حسن اشتيك حتمية بوي من بتعبيري ماضي تعبيري مليدا وكالم جاءتهم يعني حتما شاكر رويانتيكا ايش الله بابا جان ارى والله اي شاكا شيا اي شاكا شيا خطبلي يعني جياني ام عالم قشي هر دائما غرق بيلنا وخرابا هر رجل رجل شاكي كتيا نبي ام جنسي شاكا هر نبي تحقق كاملا جان ايتر احساني خوابا شي ليتا دي ايقر حسن ايق نبي احسان ليتا دي ايتر مادم الحمد لله حال مجالك هي بوهات ندي حسنيك كابي خواي قرر محسنة بالفعل بويا لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة دي الله حسنة مطلقة شيئا ولا حسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به موضوعي هاتنا دي شاكا هيج قماني تانية هيج قماني تانية شاكي كي ديالي كراو نا رنج خواي قرر أو شاكي عن لقلانا كا شاكي كي تريان لقلاب كا مثلا بلام شاكا بمطلقي خو نعلم خوشي ديتا دي بمطلقي خو ديتا دي لازمني فردا ديتا دي بلام بنتيجة حربي بيتا دي اي چيكا اي خوانا قواسي اگر حر حسن يقرونا دا بنتيجة خواهي قولا كي باسي احساني هيا محسنة هم الايان كوا افضال كوا احسان كوا انعام اي تنابي حسن يبكي لقلو عالما بوي موضوعي جنسي حسنة يعني حسني مطلق هيج قمان لا وقوع يعني هيج قمانيت يعني أي كمان ما الحملة قمانيت يعني والفلام كيش الفلام جنسة دكاك دي الله دي جاءتهم حسنة جاءتهم الحسنة وشي والي جاء ملايان اي الله والله هيج قمانمت يعني تحققك شكو ايقا تحققناك اخوانا خواسة شي قررت بلي شي بلي والله لي قربا حسنة تحققناك اي تحققناك يعني شي يعني باسي او مكك اخوا قد محسنة شكا هر تحققناكا دي أبي وابلين التي حصولها مقطوع به ولذا
عرفت الحسنة تعريف الجنسي بويا والفلامي كخراوة سري الفلامي جنسي حقيقية باوا بيجيم ليرا خو نعلم جنسك تحققك وكوت من بلام حتما جنس لازم نفرد تحققك ديكو بي حاتنا دي حسنك بلا اني كموا هيج قمانيت يعني كما علم هيج قمانيت يعني دي الله دي تيج بلا جاءتهم يعني حسيبك هاتوا حسيبك خوش غزاراني وبختوريك وترسالي و ناويتيا رخاء و بوجان وكا الحملة هاتوا بس لو طعب اي كما علم هاتوا نشعلم اذا جاءتهم أو إذا يوم ما بعدك أبي محقق الوقوع بي أو محقق الوقوع أو طه رونا يسا لأن وقوع الجنسي كالواجبي بيالي كالواجبي شوكا خو مثلا مسألة عادتية أنا خو أقر خواي قورا نعمة ليش نرشيني مسألة وعالم أنا بي شاكا شاكا لقل أنا كان نابي مجرد فضلة نايك أو طه بس واجبي يعني شي يعني حسبك واجبي كعادتية تو كالواجبي شكرا لكثرته واتساعه معقول نيا جنس يا ابو فراواني بيجي ولا هرنا يعتدي نحبي وشي كثيره وشي فراوانه اي شكرا لتحققه في كل نوع لها من نوعك باسي جنسية بلا نوعي حسن الرنق اخوائي قورا او نوع انا كان نوعي كتبك نابي بخلاف النوع لقل نوعي حسناته ناجي ولا محقق الوقوعه خواهي قورا او نوع انا كان نوعي كتر يسابرو دشتو دريواها يا يق يايكا صوز نبوه يسابرو حسني انباتي اعشاب وشتيتيا كردو لو جيقا ناب اخوة من تشون با ايرانا لمنطقي الشمال چياها يا چيا خوزق خوطان تصويرا كيتان ببين يايا اوا دراوسيان لكاون بيكو نك دراوسيا هر دو كجن لقاون بيكو لما كيانا بدأت الراسة باليم جيغي يك درزي خاكي تانية حموي دارة حموي صوزاية لا راسة كتويت اوي لاي چب جيغي يك درزي جاي تانية داري تانية بتقدير اخوة ريك وكو روي سبيو روي رش اوه يعني روي رش مو ايش يعني روي سبيو مو اتنا زعم ايش اكا اوه ايس نوعي احسان رنگ خواهي قبر لها نشين بيگريتو اوه ناكا نوعي كتر ايس اوه ايكا سوزاياك اينا داوه برو بقرر لنا وشتي تيري تيايا اما ايش كسوزاياك اي تيايا او شتي تياني اكلوك يانا هاي اوه كابين نوعي احسان اقل نيش بيه طبيعية بس جنسي احسان وحسن بلي نبي اخر شون نبي ابو خاتي اخوه ها يسا بلاي شويني إنساني تيانيا أبي بس بيجي حيواني شي تيانيا إذا حمات بابا إنساني تيانيا قيناكا كرمي كي تيايا معاري كي تيايا دوبشك كي تيايا خولان شي كي تيايا كاكا إنساني تيانيا كيف خويت خودنيا كاولنا بي بس الحيواني كير تيايا تواو أول سبارت با جزم بوقوعي مضموني شرطك لدوي إذاوة تواو وجيء في جانب السيئة بلفظ الماضي بس كهات سرباسي سيئك ولا سيركي تعبير ماضي مضارع بكارينا بلفظ المضارع قال وإن تصيبهم تصيب نافر وإن أصابتهم سيئة قال وإن تصيبهم ويا دي مع إن بو أتكل لما ذكر يا لما ذكر بقوله بويل باسي سيئة كان لفظي مزارعي هي ناولا دعي إنكوا شوك قسيك هي أي كلام جيغا خطيب أفنو السيئة نادرة بالنسبة إليها ألي أقر براور ديكي سيئة بكي لبرانبر حسنة بو خوار رنگ بيجم هرنية بو شوك أفعالي خوا ملايان خوي اسم مسلي جاءتهم الحسنة تصيبهم السيئة هم يهر فعلي خواي فعلي خوايش إساءت يعني بران بركس هيش كسي حتى عويش كبروالت بخساري كسي يقدر كوي إلا لا جيرا وحكمتك هرتيايا مصلحتي أو نفري
بويا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. بس الشر ناكي نسبة بخو كابي أجر بس السيئة بكم يجم هربوني شيني أبي بس شيئا نظري خلق نظرة بوهني فعلي إخوة بوهني خلق إخوة نظري كي سلبية إذا كابرا باو كي أمريه دس كابرا دنيا كاول بولا برشاوي إبو كاك دنيا كاول بو إيوانيا دسي أشياء واسعة دنيا كاول بو شاوي كي نامين واسعة دنيا كاول بو واسعة ما سيئة إبو سيئة إبو سيئة تو الحملة خالق خوك دو يتي بيو وأويش وردكاري همو باسكان أزاني وحكيمو ألم مرحلة جياني توا مرني باوكا كمصاحة لم مرحلة جياني توا قاتي خوبش يا مصاحة تشاو كير بيا مصاحة بوي أول نظري إنسان بوشتكان بخراب يبيني أجينا كواشتي خراب حاليبون هركسي أبم نظرة برواني تجيان قدنا مرتاحنية قد بحيج مصيبة يدانا كوي طه هات هات كيف قويتي كابي اگر براور دي سيئة بكين لچاو حسنا سيئة زور زور باسكي كما كاكا هل خمانا بروانا لجياني خمانا دي دبل دي بزان چي خرابي لجياني توا هيا لمنا هيا هزاران احساني خوايتي هيا هزاران لكيو رواني بروانا جبزانا چن احسان بيني اگر وفي انفسكم افلا تبصرون دبروانا دبزانا چي تي هيا بس بيش ميري باسي سيئة كاني جياني خوب كي اوه كلا نظري توا بسيئة بيني رنگ دانی دوانو دست که چی تره؟ ولی فقیرم، ای باشه و فقیر، ای چی تری؟ هیچی تری پیانی؟ کوچی چی تری؟ چی پیه؟ الحمد لله چهار ساعت و چه ساعت و لعش ساعت و حرمت ساعت و دینو های و پر جیانو پر در نعمت. که بیا گر باسی سیئه که برانبر به حسنه، ولی خریک که بیشم هر نیه نی. قول واقع هر نیه، ولی من نظری خلق های دی نادیره. حسنات كان زور نقر بيش ميري ديالا دي والسيئة نادرة بالنسبة إليها أي إلى الحسنة المطلقة ولهذا سيركي نكرت وإن تصبهم سيئة الفلامك نخسسري الفلامك يخسسر حسنة وتبع ما بو جنس به بس نخسسر سيئة وتتخال لي قربع مهر الفلام بيو نبي بو أي والله ليدل تنكرها على التقليلي تا اوقات النكير ابونا كي معناي كمي بغيني قال يرى خلقي ملاحظة يعني يا جبابة ليدل تنكرها على التقليلي هناك تقليلي وقوع تقليل لذاتي خويا اخر يوم دو باس معنى باسي وقوع باسي كمي لذاتي خويا تنكير دلالة لسر تقليلي وقوعناك ملاجيا تنكير دلالة لسر قلتي اشتكاك على ذاتي خويا امشت النكيرية يعني شي يعني كما نكباسي واقع أنا شد هي كما بس دائم الحضورة إيوانيا وخوي كما لساتي خويا يعني أقدر بس باسي وقوع كيف كبر والله بويا موضوعي وقوع جوازة لموضوعي قلة بس ما دم هدو كان باسي قلتي تيايا أكري إنسان بمناسبة بيجي والله ما دم كما لساتي خويا كم يشال من حيث الوقوع كابي أورخ نزول بجينيا عشان خولا ذاتي خويا رخنا كتوزي دقتي كيتيايا والله مجالك يا بو دفعك كابرا يا جيبتو يا جي والله قلتي ذاتي ناكا قلتي وقوع اي دراسك شرطني اشتي قليل بلا ذاتي خويا بيجي والله قل وقوعش ايوانيا اي بقل وقوع اللي يقدر دينوا ليدل على تنكيري على التقليلي اي تقل لك باسي شيء باسي وقوعك يعني ملجان عليهم جزم بوقوع عدم جزم بوقوع باسي وقوعه اي ما بي بوقوع اللي يقدر دينوا بس اسم باسي قلة لذاتي خويا كابري رخ نقر اوالي علي تو باسي وقوعك اي كشين منغن مني باسي قلة لذاتي خويا وان تصبهم سيئة يعني شي يعني سيئة لذاتي خويا كما اوا سيئة لذاتي خويا كما ان تصبهم اتوش الله بابا او ان يبلم والله لذاتي خويا كما لذاتي خويا كما وقل الوقوع عشا شو من باسي اوا كم واضحة ايه ديت اللي يدل تنكيرها على التقليل والله لبروا بتاكو او تنكيري سيئة دلالتك على سر تقليلك شاهدك اللي يرى شيء ملاجيان شاهدك اللي يرى اوا يكا ما بعدي
إن جزم بوقوعك نية بس ما بعد إذا جزم بوقوعك هيا ما دام ما بعد إن جزم بوقوعك نية ديشتيك تيابليك نادير به ما دام ما بعد إذا جزم بوقوعك هيا تو تعبيري بماضي لك دروا هول بدا أو جملة نيك لدوا إذا ودين معناه ماضيتي بقينن لذاتي خويانا ها نقلو سياقا شوكا كوتا سياقا كايتر باسكا بيبا استقبال واضحة كوتا ناو سياقا كايتر باسي ماضي نامينه بس لذاتي خويا أو لفظة برا والله معناه ماضية ده تواو جا إسا إشكالة جوهرية كمان لباسكا ما هو إشكالة كشيا أو بو كوتمان لدوائي إنوا إما جزمان بوقوع نيا ديسو كلام كلام إخوانيا يعني إخوة جزمي بوقوعي أو باسي مصيبة سيئانية ها يما واي لي أكين كأو كلام كلام إخوانا بي تأويل يكين تشير يكين أنا تخوالي أقر باع وأقر نفرق سي نفرق سي كيوابك نفرق سي كيوابك يعني باع وان خاواني قصة كبن با اوان ما فارس كين خويا نقسيك وايا نكدوا ان تصبهم سيئه يطير بموسى ومن معه يعني كاس يدي عليه ما دام امان يجن اذا جاءتهم الحسنه فقالوا لنا هذه دي كاس يجي عليه ما دام وايا ان تصبهم سيئه يطير بموسى ومن معه او جماعه اجر تشيب الله يكبن على بخويا ما بدي قدومي موسى وجماعتك يتي او انا يما توشي بلاكن يعني قسك والي ابك بالا فرمايش اخوانا ميني بو تشكو اگر فرمايش اخوابي كفرمايش اخوايا حتما بس والي ابك بك بقسي نفر يقلا بروا او باسي جزم غير جزمه بو اخوانا يتبش تواو باش ملاجان ايه توابي اسا اصل لإناتشيا او ايه كما بعدكي غير مجزوم به أي ما بعد إذا جسم أو أصله أي أكل لا أصل لدي أرى والله وقد تستعمل إن في الجزم تجاهلا أرى والله أكل ترى أنا إن شاء الله لدرجة دهات وأخين بيرمتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.